نستطيع أن نقول أن هناك محنة حقيقية لتنظيم الدولة لا تقف عند حدود الأمم المتحدة. حتى المنظمات الأخرى التي ليست في حجم الأمم المتحدة سواء في آسيا أو أفريقيا أو في الجامعة العربية أو غيره بتمر بمشكلة حقيقية في محنة التنظيم الدولي. الآن تبص تلاقي طغيان دولة على المنظمة الدولية مثل ما يقال عن طغيان الولايات المتحدة الأمريكية عن الأمم المتحدة أو طغيان الدور المصري في مرحلة معينة على جامعة الدول العربية. دعني نسمي الأمور بمسمياتها. فيشعر البعض أنه لا يوجد توازن في العلاقة بين الدول الأعضاء بحيث نقول أن هناك ما يمكن تسميته بالعدالة الدولية. ليس هذا قائما، يبدو أن هذا أمر نظري بحت ولا وجود له في الواقع. ولذلك محنة التنظيم الدولي المعاصرة اللي ظهرت أكثر في العقود الأخيرة هي أنه دور المنظمات الدولية بدأ نسبيا يتضاءل. الجانب الإنمائي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي ربما بينتشر وبيكبر، إنما الجانب السياسي بالذات ضغط عليه دبلوماسية القمة، وسائل الاتصال السهلة، الرغبة في التعامل المباشر بين الدول.